اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ضمن فقرة مواقع مفيدة. في هذا الفيديو راح نشرح موقع مهم جدا وجميل. طبعا هذا الموقع يحسب لنا العمر بطريقة لطيفة وعميقة ومفصلة. طيب ما راح نسولف كثيرا عن الموقع، راح بشكل مباشر راح ندخل بتفاصيل هذا الموقع. طبعا نجي بعد ما نفتح هذا الموقع بهذا الرابط اللي راح يكون مرفق لكم. طبعا هنا راح يطلب من عندنا تحديد اليوم والشهر والسنة. مثلا انا راح احدد عمري اللي هو مواليدي، طبعا انا راح يطلب الميلاد، وهنا راح يطلب من عندنا الميلادي اما بالهجري اما بالميلادي. انا راح ادخل بالميلادي اللي هو 22/5 IR، وطبعا راح اخلي السنة اللي هو 1990. طبعا راح نجي نضغط بشكل مباشر على احسب، وطبعا ننتظر. طبعا هنا انا عيد ميلادي هو البارحة، فيعني البرنامج يهنيني انه عيد ميلاد سعيد، باعتبار انه انا عيد ميلادي يوم 22/5 واليوم 23، فيعني اعتبره بنفس التاريخ قريب، فحب يهنيني الموقع. طيب راح اجي اضغط على متابعة. طيب طبعا طلعت لي هذه الصفحة، راح اجي انزل هنا. عندنا ملاحظة يختلف عمرك بالهجري عن عمرك بالميلادي. هنا اكو تفاصيل مهمة، طبعا هذه التفاصيل راح تظهر لي. اولا تاريخ ميلادك راح يظهره، شهر ايار مايو، يعطيك الشهر بالعربي وبالانجليزي التسمية. العمر 31 سنة وصفر شهر واحد يوم، باعتبار انه اني البارحة هو عيد ميلادي. باقي لعيد ميلادك هو 11 شهر و28 يوم و5 ساعة و0 دقيقة، سيكون عيد ميلادك يوم الاحد الموافق 22/5. طبعا جميل ولطيف، يعني يعطيك التفاصيل كاملة. العمر بالهجري هذا كلها يحسب لك اياها. طبعا هنا عمرك بصيغ واشكال مختلفة. هنا بالاشهر 372 شهر و1 يوم، بالاسابيع 1617 اسبوع و5 ايام. طبعا بالايام 11000 يوم و324 يوم. بالساعات حوالي ربع مليون ساعة تقريبا عمري حاليا، اللي هو 271 و794 ساعة. معلومات اكثر، طبعا ولدت يوم الثلاثاء، ولدت في فصل الربيع، برج الجوزاء طبعا يعطيك البرج. مرحلة حياتك حاليا انت في سن الرشد، يعني يعتبر انه هو سن البلوغ وسن الرشد، ويعتبر سن المراهقة، وهكذا الشيخوخة، يعني اكو مراحل يحصلها هو. مرحلة حياتك، طبعا الوقت المناسب للنوم او كم ساعة، اللي هو من 7 إلى 9. طبعا الوقت هذا مختلف عند الاطفال، عند البالغين، عند كبار السن يكون قليل. طبعا حاليا على حسب عمري هو من 7 إلى 9 ساعات كافي لحساب العمر. حقائق ايضا يعطيك هنا، تنفست حوالي 226 مليون مرة تقريبا، ونص يعني نص مليون مرة تنفست. نبض قلبك حوالي 1,304,000,000 نبضة تقريبا. ضحكت حوالي 113,000 مرة تقريبا. نمت تقريبا 10 سنوات و4. أمضيت في تناول الطعام 1 سنة تقريبا. طبعا هاي كلها الإحصاءات هنا يتم، طبعا هنا التوضيح، يتم حساب الحقائق بناء على المعدلات اليومية المتعارف عليها. يعني بشكل معدل هم يأخذون مجموعة من الناس، مجموعة كبيرة، ويسوون استفتاءات ويطلعون قيم المعدل لهذه التفاصيل عند هذه الأشخاص اللي تم إجراء الاستفتاءات عليهم، وبالتالي يتم حساب تفاصيلك على أساس هذه الاستفتاءات. أيضا هنا طبعا يعطيك برج الجوزاء، يعني هناك الكثير من المعلومات على برج الجوزاء. وهنا طبعا السنة والعمر والمرحلة، يعطيك التفاصيل، بإمكانك أنه تعرف كل السنوات. هنا يعطيك مثلا 1 سنة الرضاعة، 22، طبعا هنا تفاصيل عمرك أنت، يعني 1 سنة الرضاعة الطفولة. طبعا هنا 10 سنوات الطفولة المتأخرة، يعطيك تفاصيل متكاملة. عندك مثلا 30 سنة مرحلة الرشد، 30 سنة واللي هي حاليا أنا تقريبا بمرحلة الرشد.
وهنا نعطيك تفاصيل انه 40 سنة، يعني اني بسنة 2030 اوصل متوسط العمر، وانزل 50 سنة ايضا تعتبر متوسط العمر 2040. مرحلة الشيخوخة اوصل لها يوم 22/5/2050، ابدي بمرحلة الشيخوخة. وطبعا هنا يعطيك تفاصيل الشيخوخة اللي هي تستمر لحد 80-90 سنة. طبعا هنا هو حاسب لحد 100 شيخوخة، واذا وصلت انا 100 2090 اوصل يكون عمري 100 سنة. اتمنى يعني انه يكون عمري يعني يوصل 100، ولكن بعد الاعمار بيد الله. واتمنى لكم انتم اللي جاي يشوفون توصلون لاعمار طويلة وبلحظات جميلة ان شاء الله. طبعا راح تراجع، يعني اضغط على هذا الخيار. هنا طبعا فرق العمر بينك وبين شريك حياتك، يعني بامكانك انه تدخل مواليد شريك حياتك، وطبعا ايضا تحسب العملية، تحسب يعني هاي الامور اللي احنا تعرفنا عليها سابقا. عندنا هنا نحسب الوزن المثالي، ممكن وزن المثالي لطولك شقد، زكاة مثلا شقد زكاتك، ممكن اكو لعبة تتحدى الجميع وتنشط ذاكرتك بيها. الان تطبيقات تجعل هاتفك اكثر، اسعار العملات اليوم، يعني هاي كلها امور تفاصيل يعني ممكن تستفاد من عندها. موقع طبعا لطيف جدا ويعطيك تفاصيل وجزئيات عن حياتك جميلة ولطيفة، وبنفس الوقت ان الموقع مجاني وبامكانك تستفاد من عده بكامل خدماته بشكل مجاني. نتمنى يكون هذا الفيديو لطيف والموقع مفيد، ونلتقيكم في فيديو قادم ان شاء الله.